نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية الاستعدادية، والقناة الناقلة لها بالتفصيل، حيث يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم استعداداته لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيرها الجزائري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري. وسجل حمدي فتحي هدفا متأخرا منح منتخب مصر الفوز على زامبيا في المباراة الودية التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات. ويسعى الفراعنة للفوز على محاربي الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026. ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023. أما عن موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية القادمة، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر يوم الاثنين القادم بتاريخ 16 أكتوبر 2023 الجاري، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات. أما عن القناة الناقلة للمباراة بين منتخب مصر والجزائر الودية، مباراة منتخب مصر أمام شقيقه منتخب الجزائر، تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورتس عبر قناتها الأولى، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية. وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. أما مجموعة الجزائر، أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.